هشكطه في نظري مهم قوي. ايفن اكاونت اون امبيلوم از التريك اوت اللي مش متابع معايا الاول. انا خدنا السيريا خدنا السيريا از التريك ودلوقتي هدول امبيلوم از التريك. هتدور على اليوتيوب الحاجات اللي فاتت حاجات دي على اليوتيوب. تابعيني يا جماعه مين انا بعمل ايه؟ اوكي امبيلوم از التريك اوت ده ايه ارت في الدنيا؟ اول حاجه ديفينيشن يقول لك از ارت اوف ذات هايدرا. It is the art of A, of Heimdall. It supplies the left side of transverse column, left correct lecture, descending column, sigmoid column. والأور بارت أو الريكتم والأور بارت في الكلام. هيوصل بيت لين الكلام. الراجل اسمه تيرو ستريك. لأن هو ده اللي ديفلوبد من الهاي ديفلوب في الإمبريولوجي. مع الديفينيشن الكورس بتاعه. أول كلمة في الكورس arises منين؟ From of abdominal hole at the level lumbar 3 at the level of lumbar 3 vertebra deep لجزء من the small intestine deep the third part of a of duodenum يعني the third of the party which arises اهو منين يا جماعه؟ من front of the aorta. في البودي بيقول لك لما تيجي تتفرج تقول لك اخر ارت بيطلع من front of aorta above the bifurcation of the aorta بحوالي 3 سنتي. يبقى الانفيروم زنتريك ارتري ات ارايزز فروم ذا فرونت اوف ذا اورتا اوبوزيت ذا ليفل اوف ثيرد لامبر فيرتبرا ديب ذا ثيرد بارت برضه اوف ذا معايا معا؟ ده مين يوري كورس الباسز بعد ما بيجنز الباسز داونورد اند ثيرد زين داونورد اند ذا رايت او ميديالي كروسنج على الليفت كومن ايريا ارتري and change its name to be superior rectal. تاني ايه الكورس بتاع الانفيروم زنتريك ارتري يا جماعه؟ اوكي it begins from ده سؤال نظري مهم هنذاكر مع بعض from front of aorta at the level of the third lumbar vertebra deep the third bar of duodenum. ارجع للديودنم deep relation the third bar كانوا ست حاجات حاجه وحاجه قدامها حاجه كان اورطا والانفيروم ايه؟ زنتريك والانفيرو من الكابا والجنادر والصوص واليوريتا تمام؟ يبقى انا دلوقتي معايا الانفيرو مزنتريك هنا يا جماعه السيرد بارت فينا بيبقى نايم هنا يبقى الاورجن بتاع الانفيرو مزنتريك ارت رايز فروم ذا فرونت اوف ذا اورتا اوف ذا ليف فوق سيرد لامبر فيرتيبر دي تو سيرد بارت اوف ديجر بعد ات بيجنز باس داون وورد اند تو ذا ليفت وبعدين داون وورد اند ذا رايت كروسنج اوفر ذا رايت ولا ليفت لا ليفت كومن area artery to be superior rectal artery. واول ما يعدي على الليفت كومن اريا ارت ويبقى اسمه superior rectal بيدخل في حاجه اسمها medial leg of the mesentery of sigmoid column بيمشي في الروت فاكرين الموزيك بتاع سيجمويد كولون لما بنيناه وعمل الروت بتاعه الانفيرت في وكان الانفيرت في ده لما يجي لك الركب كده كان يلاترال لمب وميديا ليمب الميديا ليمب رايح للسيكرم من البيس وكان الروت بتاع الميديا ليمب بيمشي في مين؟ السوبر ريبت جه فين السوبر ريبت ده الكونتينيويشن بتاع الانفيروم زنتريك ارتري بعد ما عدى على ايه؟ ليفت كومن ايديا ارت عايز تصحصح معايا شويه اهو هنا بعد ما عدى على ليفت كومن ايديا ارت بقى اسمه ايه؟ سوبيريور ريبتال ارت قبل البانشز. ايه السوبرفيشال ريليشنز اوف ذا انفيروم ميزنتريك ارت؟ كلمتين وبس، مين هما الكلمتين؟ جزء من السمول انتست اللي كان مغطي على بدايته زائد بريتوريوم اوف ذا بوستيريو ابدومينال هول. يلا يا جماعه مين يقول لي اشيل ايه عشان اشوف ده؟ سيرد بارت اوف ديدنم تحت سيرد بارت اوف ديدنم هنا في بريتوريوم of the posterior abdominal wall. ده superficial region. Deep region. أول حاجة أقولها إن الانفيروم ميزنتريك ارتري دي بليد بنقول يا جماعة دلوقتي الناس اللي لسه داخلة بنقول الانفيروم ميزنتريك ارتري وبتكلم على الليشنز بتاعته. معلش أنا اضطريت أبتدي عشان أخلص بس الجزء اللي ورانا. الانفيروم ميزنتريك ارتري أول حاجة ينام عليها الأورطة نفسه. طب استنى لما سامعكم الدكتور كلهم Yeah.
on inferior mesenteric arc. ما بيروحش معنا من الاول خدنا السيريا خدنا السوبيريو مزنتريك دلوقتي معنا الانفيريو مزنتريك ما خدناهمش ورا بعض خدنا كل واحد مع الجزء الجسم بتاعه اوكي تطلع عليهم ان احنا خدنا الكلام ده الانفيريو مزنتريك ارتري هو اللي معنا النهارده اول حاجه هتكون ديفينيشن از ارتري اوف هايندلاند الكورس اول جمله في الكورس هي اللي كاتبه بيجينز بيجينز نقول تعالوا كده مع بعض مش عارف كيف الناس كنت مصبرين في هوا العادي اشتغل دلوقتي بس معلش لازم نتحمل بقى العادي مين ده يا جماعه؟ ده الاورطه يا دكتور مين ده؟ ثيرد بارت اوف ايه؟ يودينا يقول لي كده انفيرو مزيتيك ارتي ارايز فروم فرونت اوف ذا ابدومينال اورطه ذاتس ا ليفل اوف ثيرد لمبر فيرتبرا deep the third part of duodenum شوفوا وصف البيجيني خد قد ايه قولوا معايا زين الباصص تمام داونورد اند ايه اه زي الصوره يبقى كده ايه شمال وكده يمين الباص داونورد اند ليفت زين الباصص داونورد اند سايد كروسنج على مين مش ده الاورطه يبقى ده ليفت كومن ايليك ار خلي بالك من الاستعجال اللي الامتحان ساعات بيعملها كومن كارت ما ينفعش لازم تخلي بالك احنا بنفهم طبعا ده سهل الاثنين كومن وفي اكسترنال في انترنال بس ساعات في ناس بتتلخبط خلي بالكم راجعوا الكلام اللي بتطلبوه ليفت كومن هي الارتري عشان يبقى اسمه ايه بعد ما عدى على الليفت كومن هي الارتري ما بقاش قدامه غير الغاز الريكتر من هنا الكلام بروحوا مسمينه ايه؟ سوبيرو ريكتر وهذا السوبيرو ريكتال ارتري يقول لي ده انت عندك هنا روت اوف ذا ميزنتري بتاع مين؟ مين الروت اوف ميزنتري اللي هنا يا جماعه؟ سيجمويد ايه؟ كونو هيمشي في الميديا لم بتاع روت اوف ذا ميزنتري اوف سيجمويد كونو فاكرين لما جبنا النكست بتاعنا وحطيناه كده هذا السوبيرو ريكتال اللي ماشي في الروت اوف ذا ميديا لم اوف ذا ميزنتري بتاع سيجمويد كونو طب ده الكورس بيجيلي باسس اند اند امتى؟ لما عدى على ليفت كومن ايليك ارتري وبقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ليفت بقى اسمه سوبيرو ريكتال ارتري مش ليفت بقى اسمه سوبيرو ريكتال ارتري على طول اللي مفيش رايت هو سوبيرو ريكتال ارتري ايه؟ واحد وهذا السوبيرو ريكتال ارتري الواحد ده هينزل ورا الريكتال ويتقسم فرعين يمين وشمال الريكتال وبعدين يخترق الماسكيلوزا الماسل لير كل فرع عشان يوصل حاجه اسمها سابميكوزا في الريكتال بقى كل فرع من دول يمين وشمال يتقسم الى ثلاثه لخمسه فروع ينزلوا في الصف يفوزوا تعلينا الكلام لقيت الابر هاف فين الكلام بس ليه؟ لان ده الارتي اوف هايند جات واخر حاجه عملها لي الهايند جات هو الابر هاف فين الايه؟ جميل جدا مين شاطر او شاطره كلكم شطار يقول لي ايه السوبرفيشال ريشن وبنقول ايه الديب ريشن؟ ايه اللي مغطي عليه؟ يقول لي في بدايته سيرد بارت اوف ديدر والباقي ده كله بريتونيوم متغطي بايه؟ بريتونيوم او بوستيرو او دوبل وراجع يعني طيب ايه الديب ريليشنز؟ عايز اربع كلمات في الديب ريليشنز فروم اباف داون. الاول الاورطه لان طبعا من الفرونت بتاعها تبقى الاورطه ورايا. وبعدين ساب الاورطه. ايه دي؟ سيمسك تشين مكتوب في كتاب الصوص الاول. ده ما احنا فاهمين دلوقتي سيمسك تشين على طول. لان سيمسك تشين موجود على جانبي الاورطه. طب دي الشمال فين اليمين؟ ورا الانفيريور فيناكابا تمام. فيقول لي هذا الفيوم ستيريك ارتري حينما الاورطه يبقى ديب ريليشنز بتاعت فروم اوف داون الضمن الاورطه مكان ظهوره ولازم سكشن الشمال وبعدين الليفت صوص واخيرا الارتري اللي هيعدي عليه عشان يغيروا اسمه. مين الارتري ده؟ ليفت كوما دي ايه ارتري يبقى ده سوبرفيشال ودي طب شماله في ايه؟ يقول لي شماله في الفين اللي ماشي معاه ويمشي معاه في الفور بارت وبعدين يسيبوا بعض لان الفين ده هيروح بعد كده ورا البودي اوف ذا بانكرياس عشان يصب في حاجه اسمها سبليك فين هنشوفه حالا دلوقتي ده اسمه انفيرو ميزنتريك فين اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده يبقى تو ذا ليفت اللي كده الليفت يا جماعه في عندنا فين هنا هو اسمه انفيريور ميزنتريك فين وشمال الانفيرو ميزنتريك فين في ضغط ايه دي؟ ايه ده يا جماعه؟ يوريتر ليفت ايه؟ يوريتر طب يمينه؟ مش مكتوب في الكتاب يمين احط ايه؟ اورطة
يمينه يا جماعه اللي مش مكتوب في التالي والاورطه اللي نازل جنب مين؟ نازل جنب الاورطه. دي الريشن بتاعت مين؟ بتاعت الانفيروز التالي ارتري. تعالوا نشوف البرانش بتاعته واحنا شفناها قبل كده انه بيديني حاجه اسمها سوبيرو ليفت كوليك وبيديني حاجه اسمها انفيرو ليفت كوليك وكمالته اسمها سوبيرو ريكتال. يعتبر برانش هو كماله ولا برانش؟ مش اول مره ولا اخر مره. يبقى الارتري كمالته برانش منه زي الفش الارتري لما كان اخره انجلر وارتبي برانش هو النهايه والبرانش في نفس الوقت. فدي النهايه بتاعته سوبيرو ريكتال وهو تاني برانش منه من الانفيروز. تعالوا نشوف الصوره. في عندك حاجه اسمها سوبيرو ليفت كوليك. يلا يا جماعه ممكن تقول لي كده ايه حكايته؟ سوبيرو ليفت كوليك ارتري ده هيمشي ابورد اند ذا ليفت ويتقسم الى ascending وديسندنج برانش. طيب انا عارف ان الديسندنج كولون لاترال للصوص. يبقى السوبر ليفت كوليك ده عشان يوصل للديسندنج كولون لازم يعدي على الصوص. واللي يعدي على الصوص اللي هم جين فيمر ونادا ويوريكا تمام هينام على الثلاث حاجات دول. ولما اتقسم فرعين فرع يدي الابر بارت اوف ديسندنج كولون والليفت كوليك فريكتشر والليفت ثيرد اوف ترانسفيرس كولون والفرع الثاني اللي نازل تحت يدي اللور بارت اوف ايه؟ اوف ديسندنج كولون. بعد كده الاقي اثنين ثلاثه برانشز اسمهم انفيريور ليفت كوليك. والانفيريور ليفت كوليك دون عشان يوصل للسيجمويد كولون لازم يدخل في الميزنتري بتاع السيجمويد كولون. والميزنتري بتاع السيجمويد كولون قلنا ليه تو ليفز. الميديا ليفي مش فيه السوبيريور ريكتال اللي هي كمالته مليان فيها حاجات. لكن اللاترال ليف هيدخل فيها السيجمويدال او الانفيريور ليفت كوليك. اسمها كده ولا كده؟ واحد. فالانفيريور ليفت كوليك هم السيجمويدال وعددهم كام؟ من اثنين لثلاثه. وبيدخلوا في اللاترال ليف اوف ميزنتري اوف سيجمويد كولون عشان يغذوا السيجمويد كولون واللور باوند سيلينج كولون. تمام؟ طب الانسموز فيها انسموز من الاثنين؟ يقول لي ايوه. هذا السوبيرو ليفت كوليك بيعمل انسموز مع الاوفر انفيرو ليفت كوليك. طب اللور انفيرو ليفت كوليك بيعمل انسموز مع مين؟ مع السوبيرو ريكتال. يعني كل ارتري بيسلم اللي بعده. كل ارتري بيسلم على اللي بعده عشان يبقى في ايه؟ انسموز بينهم. فالسوبيرو ليفت كوليك والانفيرو ليفت كوليك والسوبيرو ريكتال بيعملوا انسموز مع بعض. ازاي؟ يقول الانفيرو برانش بتاع السوبيرو ليفت كوليك مع السوبيرو برانش بتاع الانفيرو ليفت كوليك. والانفيرو برانش بتاع الانفيرو ليفت كوليك مع السوبيرو ريكتال. فدي حاجه. كل واحد بيسلم لبعضه، فيبقى ده اعلى واحد مين؟ وبعدين مين؟ وبعدين مين؟ هفهم مين مع مين؟ فاللور مع الابر، اللور بتاع الانفيرو ليفت كوليك مع الابر بتاع السيجمويدال ايه؟ برانشز. ده الانفيرو زيستريك ابر. اقوله تاني ولا مفهوم؟ خلاص؟ ندخل على اللي بعده. ده المارجنال ارت اعتقد شفناه المره اللي فاتت لما قلنا ان الارت اسم ليفت كوليك يا جماعه بيدي رايت ليفت ورايت برانش وده الرايت كوليك بيدي اوفر لور وده ليه كوليك بيدي اسندنج وديسندنج وكلهم بيسلموا على بعض. الناحيه الثانيه ده مين ده؟ ده السوبيرو ليفت كوليك بيدي اسندنج وديسندنج. الاسندنج برانش ده بيروح يعمل اسموز هنا مع الليفت برانش بتاع الميدل كوليك وده يعمل اسموز مع مين؟ مع الاوفر بتاع السيجمويدال او الانفيرو ليفت كوليك تمام؟ واللور بتاع الانفيرو ليفت كوليك مع السوبيرو ريكتال يبقى عملوا ايه؟ ار 3 انسموز كامله انر تو ذا كول انر تو ذا لارج انتستن في كومبليت انسموزز شايفينه يا جماعه؟ وبيطلع من الانسموز دي بوزا ريكتا شايفينها؟ بوزا ريكتا يعني ايه؟ بلاد بس ستريت رايحه للكول بعد كده وبيقولوا ذيس ريتش انسموزز انشور جود ريسكشن اند يعني لما بنقطع حته في الكول ونعمل انسموز بيحصل هيلي بسهوله ما بنخافش منها عشان الفاسكوليتشر كويس قوي فالهيلينج بيبقى ايه؟ كويس. مهم سؤال نظري تاني مهم معايا النهارده في محاضره النهارده اهو تاني سؤال فيها كويس اللي هو البورتال ايه؟ بورتال فين؟ في حاجه اسمها بورتال سيركوليشن مقدمه كده وفي حاجه اسمها بورتال فين؟ مش هيجي بورتال سيركوليشن هيجي بورتال فين؟ بورتال سيركوليشن دي خدناها في البيزكس في السنه الاولى. يعني ايه بورتال سيركوليشن؟ فينس درينج فروم digestive tract starting from lower end of esophagus tails upper half الى الكنال plus venous drainage of pancreas plus venous drainage of spleen and venous drainage of gallbladder. These regions their venous blood will collect themselves and form a single vein اسمه portal vein. And this portal vein will go to the liver and divides into branches. في exceptions يا جماعه عندنا veins تبتدي انها تتجمع وتتقسم بعد كده. It begins like a vein and it ends like an artery. يعني حاجة.
يعني البين دايما بيتكون لما يكون في روافد بيتجمعوا مع بعض ويتحدوا يعملوا بين. والارتري العكس بينتين ويتقسم لفروع. فالفين ده اللي سبورت الفين اتكون بان في روافد عادي زي اي بنت في الدنيا. لكن لما انتهى اتقسم لفروع زي الارتري. فعشان كده it behaves، انا بفضل الكلمه دي، هو بيتصرف like a vein in its beginning and it behaves like an artery in its end. مفروض الفين في اخره ما يتفرقش. احنا بنتجمع ما بنتفرقش تاني. مين الفين الاخر اللي عمل زي البورتال؟ فاكرين الريتروماندبلر؟ زمان خالص كان في فين اسمه الريتروماندبلر فين؟ كان السوبرفيشال تمبرال مع الاكسيلري فين عملوه. صح ده فين. بس في اخره اتفرق تاني. انتيريو ديفيجن وسيريو ديفيجن. مين اللي عمل تاني في الابدو من الكلام ده؟ البورتال. بيتجمع من الفينز كومينج منين؟ من الدايجستيف تراك، بدءا من فين؟ من اللور انتروفيسوفيس لغايه الابر هاف من الكلالة. الفينز اللي جايه من المنطقه دي كلها زائد فينز اوف بانكرياس زائد فينز فروم ذا سبلين زائد فينز فروم ذا جول بلادر. كل الفينز دي تتجمع وتعمل فين؟ ماشي، ما هو الفين بيتجمع روايات بتعمله. فاهمين؟ الفين اللي اتجمع ده المفروض انه ما يتفرقش تاني لو هو زي الفينز العاديه. لا، يقول لي لما اروح للليفر لقيت تو لوبس فراح اتقسم لتو ديفيجنز زي مين ما بيعمل؟ زي الارتري اللي هو طول ما ماشي عمال يتقسم. عشان كده في جمله شهيره عن بورتال فين والريتروماندبلر فين، ات بيجنز او ات بيهيفز لايك ا فين اتس بيجيننج اند ات بيهيفز لايك ان ارتري اتس اند. لكن هو فين، ما حدش يقول يتحول لارتري والدم يتحول جواه، لا، في طريقه تفرعته. فاهمين يا جماعه؟ والبدايه بتاعته بتبقى من سب ميوكوزا كابيلاريز، سب ميوكوزا كابيلاريز، والنهايه بتاعته بكابيلاريز جوه الليفر بنسميها ليفر سينوسايتس. لكن اي فين عادي سيستميك فين زي الانفيرو بنكابا زي السوبيرو بنكابا يبدا من بلاك كابيلاري عادي وينتهي فين كبير ما بيروحش الكابيلاري تاني. لا، انت لو فكرت شويه هتلاقي ان السوبيرو بنكابا اللي عماله تتجمع من فينز عماله تتحد فتحت على طول في رايت اتريا، ما فتحتش في سينوسايتس، ما فتحتش في كابيلاريز اخرى. فعشان كده الجدول اللي عاملينه في المقارنه بين البورتال فينز والسيستميك فينز، مين هم السيستميك فينز؟ اللي هم الفينا كافا. اكبر فينز عندنا سيستميك هم الفينا كافا فينز سوبيريور وانفيريور. البورتال فين ابتدى من كابيلاريز وانتهى في كابيلاريز. سميناها ليفر سينوسايتس. تمام؟ لكن السيستميك فينز بدات من كابيلاريز وانتهت بفين كبير. ما عملتش لانه ما اتفرعش تاني. الفينز السيستميك ما اتفرعش ايه؟ تاني. مين فيهم البورتال ولا السيستميك اللي فيه الدم بتاعه اكل اكتر؟ ابزور من فود. البورتال اللي جاي من التستن. ادي فرق كمان. في فروقات تانية مش مهم، ان البورتال فين ما فيهوش فالفز، الفينا كافا ممكن يكون فيه فالفز، مش مهم الفروقات دي قوي عندنا، لكن سهله مش صعبه. انا عايز ادخل بقى على البورتال فين نفسه. لان ده سؤال نظري مهم قوي يا جماعه، وعندكم الصفحه هي عشان تبقوا عارفين الواحد يعلي فين الداخل، محدش يقول ما خداش كده. ادي البورتال فين اهو يا جماعه. البورتال فين طوله 3 انش. الطول بتاعه حوالي 3 انش، العرض بتاعه حوالي 12 مللي. بيبدا فين؟ وينتهي فين؟ اورينيشنز وتريبلز. بورتال فين يا جماعه از لارج فين اتس ابل، ويتش كارز ابزوربت فود فروم ذا انتستن تو ذا ليفر تو بي ميتابولايزد. ده ديفينيشن كده في الاول. طوله قد ايه؟ 3 انش. والعرض بتاعه الدايمتر بتاعه حوالي 12 مللي. يلا نقول الكورس. It begins. It begins by union between two veins. Splenic with superior mesenteric. Behind the neck of pancreas. المكان ده ورا النيك اوف ايه؟ اوف pancreas. الكورس. It passes upward and to the right. Behind the first part of duodenum. Then in the free margin of lesser omentum. And lastly, it enters the porta hilatus where it divides into two divisions and two lobes. ده الكورس بتاعه. نيجي بقى للريليشنز. ايه الانتيرو ريليشن وايه البوستيرو ريليشنز؟ هبتدي من البوستيرو لاول مره انها اسهل من الانتيرو. ايه اللي وراه؟ فين اكبر منه؟ انفيرو بلاكاب. في بدايه الفورد فين بيجمع انفيرو بلاكاب من غير ما يكون في حاجه بينهم. مش عاجبني. وبعد كده هو لما طلع فوق الفين بتاعنا اللي هو البورتال ودخل في الفري مارجن بتاع الليسر اومنتم بقى بينهم اوبننج اوف ليسر ساك. وبعدين لما دخل البورتال فين في البورتا هيباتس بقى بينهم حته من الليفر اسمها كوديت بروسيس بتفصل البورتا هيباتس عن الانفيرو بنكاب. تاني
ايه الديب ريليشنز اوف بورتال فين؟ يقول لي في كلمه واحده تنفيروا منها. في حاجه بينهم؟ يقول لي في الاول لا. At the beginning no structures in between. لكن لما دخل البورتال فين في مارجن اوف ليسر مومنتوم بقى بينهم ايه؟ سيبريتد من بعض الايه؟ اوبننج اوف ليسر ساك. لو تفتكروا boundaries of the opening of lesser sac كان الانتيرو باوندري هو الفري مارجن اوف ليسر مومنتوم. وكان جواه البورتال فين. والبوستيرو باوندري كان بريتونيال كفرنج اوف انفيرو بلاكار وبينهم الاوبننج. يبقى ورا البورتال فين دلوقتي الاوبننج اوف ليسر ساك بتفصله عن مين؟ عن الانفيرو بلاكار. هل قبلوا بعض بعد كده فور اوبننج؟ يقول لا. لان دخل البورتال فين في البورتال هيباتس والانفيرو بلاكار ماشي ورا الليفر وبين الاثنين حته من الليفر اسمها كوديت بروسيس وهي الابر باوندري اوف ذا اوبننج اوف ليسر ساك. هذه الكوديت بروسيس هي الابر باوندري اوف ايه؟ اوبننج اوف ليسر ساك. طب ده البوستيرو ليشن اللي هو فيه كلمه بتتمشى معاها على طول بالطول اسمها انفيرو بلاكافا. هنحط بينهم هما الاثنين كلمتين اوبننج وكوديت بروسيس. انت حاطين الاوبننج في ليسر ساك لما البورتال فين دخل في فري مارجن اوف ليسر مومنت. انت حاطين الكوديت بروسيس لما دخل في البورتال هيباتس. لكن بيلوزس ليفل البورتال فين نايم على انفيرو بلاكافا ويزاوت ان ستراكشر ان الفيرو. طب ايه قدام؟ فروم بيلو ابور. لان الفين البار ماشي كده فنبتدي من تحت لفوق. يلا يا جماعه. أول حاجة في بدايته اللي مش موجودة في الكتاب نيكو في بنكرياس، ما بتهمني أصلها. كانسر بنكرياس يا جماعة ممكن يضغط على الفين ده. تمام؟ يبقى أول حاجة إيه؟ نيكو في بنكرياس. وبعد كده فيرست بارت أوف ديدنام. وهو ورا الفيرست بارت أوف ديدنام بيبقى فيه حاجتين بينهم من بعض. أرتري وضغط. وهو نازل، سوري وهو طالع ورا الفيرست بارت أوف ديدنام، يبقى فيه حاجتين بينهم. أرتري وضغط. الكلام ده خدناه قبل. فالضغط كومن باي ضغط قدام وعن تو رايت والارتري جاسترو ديوتيرال ارتري جاي منين؟ من الهباتيك اللي جاي من السيليك. يبقى ورا الفيرست بارت ديوتيرال. الكلام ده قلناه يا جماعه بمعنى اصح دكتور السيليك قال لكم مع ديوتيرال البوستيريور ريشيو بتاع الفيرست بارت ديوتيرال كان وراه بورتال فين وبينهم حاجتين. لما البورتال فين كان ورا الفيرست بارت ديوتيرال كان في كومن باي ضغط مظبوط زي الفري مارجن فوق بس الارتري مش هباتيك. الارتري اللي ورا الفيرست بارت دي مش هيباتك ده برانش منه اسمه ايه؟ جاسترو ديدن. جاسترو ديدن لو انتم مش فاكرين كان تاني ادي الفيرست بارت اهو بورتال فين كده يا جماعه هنا في سيليا ترام مين الارض ده؟ مين الارض يا جماعه؟ اللي بيمشي فري مارش اوف ليسر مومنتوم قدام البورتال فين؟ ده الهيباتيك بيدي برانش ده برانش ده يا جماعه بينزل قدام البورتال فين بس ورا الفيرست بار بيدي لما بتقسم فرعين فرع كده وفرع على الجريتر كيرفشر اوف ذا ستومك مين الارض ده يا جماعه؟ ده الجاسترو يبقى البورتال فين هو طالع ورا الفيرست بارت جدا بينه وبين الفيرست بارت جدا في ارتي وضغط الارتي مين؟ جاسترو جدا ومين الضغط؟ كومان باي الضغط اللي هي طبعا بيتقابل ضغط جاي من البنكرياس ويعملوا مع بعض امبوله هنا اهو انتوا عارفين ايه القصه يبقى مين يا جماعه؟ كومن بايت دات. طيب مين شاطر يقول لي ان انا هرسمه ده ايه؟ فري مارجن اوف ليسر مومنتم اللي ماسك في الفيرست انش اوف يورينام والفري مارجن ده جواه ثلاث حاجات البورتال فين اللي كان ماشي ورا الفيرست بارت فين وبعدين طلع فور الابر اسبكت اوف فيرست بارت ده عشان يدخل في الفري مارجن ده. ومين قدامه دلوقتي؟ لما كان البورتال فين طلع على الفيرست بارت ده كان قدامه الكومو فاير داكت والجاسترو ديدن الارت. لما طلع اكتر من كده فوق ديدن لقى الفري مارجن اوف فيرست بارت دخل جواه وبقى اللي قدامه برضه باي الضغط وهبات الارت بدل جاسترو ديدن. مين يمين ومين شمال؟ الباي داكت تو ذا رايت والارتست تو ذا ليفت.
ترتيبهم كده. سواء الارك ده جاستروديينال او هيماتيك بيبقى قدام البورتال فين بس ايه تزلفت والضغط تبقى قدام البورتال فين انتوزا بارك. لما وصل البورتال فين بتاعي في البورتا هيباتس لما ناخد الليفر هنعرف ان قدام الديفيشنز بتاعه في البورتال فين هيبقى قدامه في البورتا هيباتس فات من ورا قدام فات الفين موست بوستيريو هيبقى قدامه ايه ارتري اللي هي الديفيشنز بتاعه الهيباتيك ارتري قدامهم التو هيباتيك داكتس اللي جاي من الليفر شايلين الفايل اللي جاي ايه من الليفر. دي ريليشنز بتاع البورتال فين. هناخد دلوقتي بقى التريبيوتريز بتاعته كاي فين الثانيه لازم نعرفه ايه في التريبيوتريز. يقول لي كده ستة فينز رئيسيين في ستة فينز 6 فينز رئيسيين بيصبوا فيه اثنين في اوله واثنين فيه واثنين في فرعينه مش هو ده اداني فرعين. تعالوا نشوف الاثنين اللي في اوله بتوع كده مين ده؟ سبلينينج ومين ده؟ هاي والبين في نفسه يبقى مين؟ ليفت جاستريك ورايت جاستريك. والبين في اخره طبعا الفرعين دول الرايت ديفيشن بيستقبل بين جاي من الجول بلادر وهي احد المحطات اللي بيستقبل منها الفينز اللي بتصب فيه يبقى سيستيك فين. الرايت ديفيشن بتاعه بيستقبل سيستيك فين والليفت ديفيشن بيستقبل بين جاي من منطقه الامبيليكس اسمه برا امبيليكال. برا امبيليكال فين ده هنا يا جماعه بادي في المنطقه دي وبيعمل الاستموز بتاع الجاستريك فينز. ولما يحصل بلوك في البورتال فين بيتفتح فينز عامله زي كابوت ميدوزا فاكرينها كابوت ميدوزا دي اللي هي راس ميدوزا ودي اله الشر عند الاغريق عباره عن راس طالع منها تعابين رادياتنج. مين بيتفرج على افلام السندباد واحنا في السبعه كانت لما تبص على حد يحاول حاجه تروح طبعا افلام لذيذه جدا بصوا هنا في الفري مارجن ايه ده؟ باي بار مين الارت ده؟ هيباتيك ولا جاسترو دي ده؟ مين ده يا جماعه؟ هيباتيك فري مارجن او بيسر ايه؟ عرفت التريبيوتس؟ يمكن تقولوا تاني التريبيوتس بتاعت الفين ده؟ الاثنين في اوله سبيريت وسبيريت مش عايز كلام مش عايز كلام الفيلم يتحكي بعده انا اسف انا حركت جواك مشاعر الطفوله ده مش بس اخطر ده بفرق وحش ده بس اخطر فانا بوقف على سر احداث الفيلم شطار يروح شطار انا سنه خالص كانت مبطل ولطف التلفزيون اللي شغال دلوقتي خلاص يلا يا جماعه ايه التريبيوتريز بتاعت البورتال فين؟ عايز ست اسماء مين هم؟ بلينك سوبر ميزنتين في نفسه ليفت جاستريك ورايت جاستريك. طب الديفيشنز بتاعته الرايت ديفيشن بياخد سيستيك فين جايه منين؟ والليفت ديفيشن بياخد فين سوبر امريكا جاي منين؟ من سكين هاوس زي امبيكس. امال ايه حاجه اسمها بورتو سيستيميك انستموس؟ وي هاف 6 ريجنز وي هاف 6 سايتس بيحصل انستموس بين فين؟ رايت بورتال وبين رايح للانتير الاوستيريور ده. هنشوف دلوقتي ركزوا معايا الكلام ده ليه ايه مهم قوي. الست مناطق دول في ثلاثه مهمين وثلاثه مش مهمين هم كلهم مهمين. الثلاثه المهمين هتعرفوا مهمين ليه راس مهمين ليه. ثلاثه مهمين عشان اثنين منهم ممكن العيان يجي لك بينزف بمكان من الاثنين دول والمكان الثالث بتشخص مين لما تكشف بطنه وتلاقي الكابوت ميدوزا. البورت سيستميك انستموز ده يا جماعه بيفتح لما البورتال فين اتسد. وايه اللي يسد البورتال فين؟ لولي اصله لما دخل الليفر كان داخل بوابه ضيقه في معاه في البوابه دي ليفت نودز اسمها هيباتيك ليفت نودز. والليفت نود دي بتكبر احد اسباب كبرها كانسر ستوم. فاكرين لما كانت بتعمل ريترو جريد الليفاتيك اللي جاي من السكيلي بيروح لها؟ طيب الستون بعتت الليباتيك ليف نودز كانسر سيل مشيت عكس وراحت ريترو جريد على السكين بتاع الامبيليكس وعملت نوديولز. فلما الاقي نوديول على السكين اراوند الامبيليكس نشك في الليباتيك ليف نودز ان فيها مشكله. والليباتيك ليف نودز لما يبقى فيها مشكله مش بس كانسر ده قبل الكانسر ليفر كانسر يعني ستومك كانسر او ليفر كانسر يكبر الليف نود فين؟ اللي هي الليباتيك وبعدين يبعت السكين اراوند ايه؟ اراوند الامبيليكس.
اوكي. يبقى الليزماتيك ليمف نود لو كبرت تقفل البورتال فين. طب البورتال فين ده لما بيخش الليفر بيتقسم لفروع والبلاط بتاعه بيمشي في الساينوسويد عشان يحصل ميتابوليزم يلم على سنترال فينز اللي بتتجمع بعد كده وتبقى هيباتيك فينز تروح على الانفيرو بلاكات. اذا حصل تليف في الكبد في بعض الاحيان بيبقى في ناس عندهم يهملوا صحتهم ويا اما نتيجه تعدد مرات التهابات الكبديه ودي منتشره متوافره متوزعه بعدد بين الشعب اللي هو الهيباتايتس سي والهيباتايتس بي والهيباتايتس اي. الهيباتايتس اي طبعا اخفهم خطرا. السي ما بيعملش اعراض كثيره جامده بس عيبه انه بيقلب الكانسر فدي مشاكل ايه بس المهم كلهم بيعملوا التهاب في الكبد. الالتهابات بتخف الفايبروز والفايبروز ده بيقفل القنوات الداخليه اللي بيبقى فيهم البايل والفينز. طب البوردال فين دلوقتي عايز يدخل دم على قنوات مقفوله. ده مش عارف سكه ست يبقى تشومر في الليفر او هيباتيك ليف نود كبير او ليفر فايبروز. كل ده يعمل حاجه اسمها بوردال هايبرتنشن. الدم مش قادر يمشي، الدم بيتحوش وضغط الدم عالي في الفين ده. يهرب ازاي؟ يهرب عن طريق توصيلات مع فينز اخرى سليمه. الدم ماشي فيها. اللي هم السيستميك فينز. يسموها ايه دي؟ بورتو سيستميك انستموز. في عندك ست اماكن. في ثلاث اماكن مهمين وثلاث اماكن اقل اهميه. اهميتهم جت منين؟ ان في مكانين بيفتحوا فيعملوا دوالي ممكن تنزف ويجي لك العيان بينزف وهنشوف دلوقتي. والمكان الثالث بيعمل دوالي اراوند امريكاس وتشخص بيها. ده بورتال هايبرتنشن يا معكبة ايه؟ ميدوزا يعني. فاهمين؟ وفي ثلاث اماكن اخرى موجوده ولكنها لا تعمل نزيف ولا انت تشوفها بس تعرف بوجودها. ممكن بالسماعه لو حطينا السماعه في مكان معين نسمع صوت البلاد وهو ايه؟ ماشي ده كتير قوي، لكن الاسهل اشوف الكابوت ميدوزا، الاسهل ادخل من المنظار واشوف الدوالي. وهنشوف الثلاث اماكن دول فين المهمين الاول وبعدين اقل اهميه. بصوا يا جماعه. احنا بدينا البورتال فين المخاد الفينس درينج من اول اللور اند اوف اسفجس. فاكرين؟ اللور اند اوف اسفجس ليه دبل فينس درينج. أقول تاني. Lower end of esophagus has double venous drainage. فهو بيبعت venous drainage عن طريق esophageal vein, left gastric vein, portal. وكمان بيبعت فين تاني حاجة اسمها زيلوس في السوركس. لأن الـ blood supply بتاع الاسفجس في السوركس معظمه. فالفينوس درينج بتاع اللور اند ده مشترك لأن الاثنين من منطقة لمنطقة. دلوقتي داخل في منطقة البورتال. بس قبل كده كنت مع مين؟ مع الازيلوس في السوركس. فيقول لي لور اند اوف اسفجس هاز دبل فينس درينج. في واحد رايح للليفت جاستري فين وانا عارف ده رايح للبورتال وفي واحد جاي للازايلس وده رايح للسوبر فينكات. لما البورتال يتقفل يبقى النط يمشي كده. على السوبر فينكات النط لازم يمشي الفين مش هيفرقع. الانسموز دي اللي هي موجوده بين الفينز وبعض عشان النط يلاقي سكه يمشي فيها. بس الانسموز ده لما يفتح بيعمل دوالي غير مرئيه للاسف غير مرئيه للعيان. عمره ما يجي يقول لك انا حاسس ان الفينس في اللور اند اوف سيرفيس بتاعتي كبرت. اول مره هيجي بايه؟ فوبتيك بلاد. الفيلم الوحيد اللي اشتركت في تمثيله في حياتي كان عن المطمو. اه ما تفتكروش. اقول لكم ليه ما شفتونيش؟ ده فيلم اسمه طلع النخل. مش انا اللي كنت طالع. البطل بتاع الفيلم ده كان الفيلم دون بتاع عبد الله محمود الله يرحمه كان الفردوس عبد الحميد كان مخرج محمد فاضل كان المصور راس نجيب. كنت انا وقتها في الامتياز متصور في قصر عيني وكان لازم اول ما يجي قصر عيني يدي عينه في الطوارئ عشان يعملوا تحاليل والمخرج ساعتها مصور صمم من عينه تحاليل لازم اه عشان هو طبعا كان قبل كده يجيب سرنجه فيها بلاط ويحطها على دراعه ويبقى خد عينه لا عينه واللي يقعد يبص هو جاب وشه هو للاسف ودراعي. قعدنا ساعة الا ربع صور في اللقطة كل اللي استقبال الآلة والعيانين اللي كان بيعيط واللي كان بيصور فيه صورات وفيديوهات كله جه يتفرج. مرة ده صابوا بعضهم والمخرج قاعد يعمل كده برضه زي ما بنشوف في الأفلام يعني بيكشف الديون. والفني قاعد ساعتها يقول لي دكتور سيبني انا اخد العفو ماشي وعايز اصور فاكر انه هيطلع بس مخي صمم ان انا اللي اخد ما اعرفش ايه اللي كان دراعي في التشكيل شويه. المهم كان فكره الفيلم ان هو عنده اسم
بلد، يطلع يجيب بلد. وطبعا الشباب بريد الترفيه بتاعهم الدين واللي مليان بايه؟ بالهريسه. فجاله بالهريسه كانت الفيل بيدور حول ان ممكن الدكتوره اللي هي فردوس عبد الحميد ما تعالجوش عشان تعمل ايه ابحاث، يعني ملوش علاج لغايه ما يموت من المرض ده. هو كان جاله بالهريسه ووصل الموضوع ان هو حصل تليف في الكبد من كتر الهريسه اللي عنده، وبعدين جاله دوايا مريض، وبعدين رجع تاني الحاله القص العيني بيرجع دم بومبنج وبلاد. ليه؟ علشان هو كان حاجه هارت، والحاجه الهارت دي قطعت في الميكوزا، لان الفيس دي موجوده في الصاب ميكوزا يا جماعه. عارفين الدوائر اللي بنشوفها في رجلين بعض الناس؟ دايليت فيس. دايليت فيس دي كانت موجوده في كور ايدنا في الصاب جسم، والهارد فود اللي خلاله. خليكم معايا يا جماعه، خليكم معايا، انا مش هكسب افلام بعد كده. انا بقول حته من الفيلم عشان نعمل بريك ونهدى شويه، ما نحسش بالقلق او التعب في المحاضره، مش معناها ان انتوا تكملوا الفيلم. معايا كده. فالمهم ان السكه لما سدت على البورد الفيلم ظل سكيب ثرو ذيس انستموز. فيجي العيان وبيرجع ايه؟ بيرجع الله. ده احد الامان. مش ذا اونلي سايد. في سايد تاني في اخر السكه تحت. في اللور اند اوف ريكتم اند ابر هاف بين الخلال في برضه دبل انستموز. لان دي نهايه رحله مين؟ الفورتال فين. ولور هاف ان الكنال ليها سيستميك فينز اسمها ميدل وانفيرو ريكتال فينز. اخر فين وصل لي للور اند اوف ريكتال اند ابر بارت اوف ان الكنال السوبيرو ريكتال فين. بصوا معايا، امشوا معايا كده. السوبيرو ريكتال فين اللي بيدي اللور بارت اوف ريكتال اند ابر بارت اوف ان الكنال، السوبيرو ريكتال فين هيخش على الانفيرو ميزنتريك. الرسمه مش مظبوطه يا جماعه، الرسمه دي مش مظبوطه، شايف الرسمه المفروض الانفيرو ميزنتريك فين يروح فين؟ سليمك. هو هنا عامل حاجه تاني مش مظبوطه، ان هو دخله على مين؟ مش عارف. وعارف حاجه ليه بقى؟ اهو السليمك اهو. لا هو صح بس عملها قوي قريبه من النهايه. ادي السليمك فين اهو. هو مش المفروض يبقى هنا، هو هنا. خلاص؟ تمام. يبقى الانفيرو ميزنتريك بيروح على السليمك، والسليمك يعمل بوردر. طيب ده السوبيرو ريكتال فين، هو في ريكتال فينز اخرى؟ يقول لي في ميدل وانفيريو. دول جايين من ايه؟ الارتريس. دول جايين من الانترنال اير اللي جاي من الكومن اير. عشان كده الميدل والانفيريو ريكتال فينز هتروح للانترنال اير فين؟ كومن اير فين؟ انفيريو فينا كاب. ولما يتقفل الفورتال سيركوليشن البلوك اسكيب من السكه دي. شايفين يا جماعه؟ ده الانترنال اير. ودول مين دول؟ اللي هم الريكتال فينز اللي هم الميدل وايه؟ والانفيريو. دول انذر بورت سيستم. بس المرة دي لما يتفتح الانسموز بيعمل حاجة اسمها بايتس، اللي هي بالعربي بيسموها البواسير. فيبتدي العيان يشتكي لأول مرة، ودي ميزة عن الاسوفيشيال فاريس. الاسوفيشيال فاريس اللي هي دوالي المريء بيجي على طول وبيرجع دم، ودي خطورتها. خطورتها انه ممكن ما يلحقوش. لأن هو لازم يديله دم بسرعة، يعني بعد ما يوصل لك، إذا وصل لك لسه عايش. لأن للأسف أنت أي عيان بينزف من مرة بضغط على الموت. لكن ده بيجي من جوه ما اقدرش اضغط عليه. واول ما بيجي بيدخل التورن الزار يبقى فيها بالون. يقفل الفينز ويديله بلاط. وبعد ما حالته تبقى كويسه يبتدي يحقن ماتيريا تقفل الفينز اللي عامله الدوالي دي عشان ما تخرجش تاني. وتقول له كل 3 شهور تعالى بص، ابص عليك. ليه؟ عشان ما يجيليش مره تاني بينزل، الحق قبل ما ينزل. اذا لقيت فين تاني كبر احقن. اوكي؟ في سؤال بقى. خلاص؟ طيب. ايه؟ مشكلة في الليفر طبعا، لان قلت احد اسباب البورتال فين انه يتقفل انه يحصل تليف في الكبد. فايبروز. ممكن المشكلة تكون ما تتحلش. وممكن تعمل عملية يوصل البورتال فين المسدود ده بالانتيريو فيناكاب او بالرينال فين. طبعا انا عارف ان هو مش هيعيش حلو. بس مش هيجي لي بينزل مرة واحدة. فاهمين؟ لا يا جماعه مش مهم دلوقتي العمليات، ما تسيبوش الاحداث، لما تروح سنه سته هتشبعوا بالكلام ده. خلينا دلوقتي نعرف القصه. فهمتوا معايا؟ يبقى ايه تعمل بايتس؟ ميزه البايتس بقى ان ممكن العين يجي يشتكي يقول لك دكتور I'm feeling that something leaving the inner lobe during defecation. ودي مش ستول، something leaving. عارفين ايه ده؟ ده دايركت فيز صاب ميوكوزا دايركت فيز. كل ما يعمل ستريننج تو ديفيكيت هذا الفين بيليف زي الاوبننج والعين يحس بيه. فانت تكشف عليه تلاقي فيه بايلز فعلا.
وممكن يجي بنزين. يعني ممكن يجي بنزين وممكن يجي بهذا الطريق ايه؟ بنزين. كانوا عايزين تكييف يوسف. خلاص المرة الجاية. المرة الجاية يوسف بيبقى معايا في أول المحاضرة علشان نظبط لكم الدنيا، فقولوا في أول قبل ما يجي يوسف. إيه ده؟ ده المكان الثالث المهم بس ما بينزفش منه، ده أنت تشوفه عشان تشخص بيه. غرفة طيب تابوت إيه؟ تابوت جلوس. فين الثلاث أماكن الأخرى؟ ورا الليفر في حتة اسمها بيريري أوف ذا ليفر. في عندنا فينز بتخش في المكان ده، بتخش على الليفر على طول تعمل اسموس مع الفينز أوف دايفرام. فينز أوف دايفرام سيستميك والفينز بتاعت الليفر بوردر. المكان دوت لا ينزف منه ولا شخص بيه. أوكي؟ ورا الأسندنج كولون والديسندنج كولون. طبعا الفينز بتاعت الكولون بوردر والفينز بتاعت البوستيرا ابدومينال وول نمبر فينز دول سيستميك. في انستموس هنا ورا الكولونز. ادي الثلاثة اللي مش مهمين قوي. بيهايند ذا بيريري اوف ذا ليفر، بيهايند ذا اسندنج كولون، بيهايند ذا ديسندنج كولون. يبقى كم مكان في بورد سيستميك انستموسز؟ ست اماكن. تمام، يبقى كده مش هنلحق نروح اكتر من كده. انتوا بتتاخروا ليه في البدايه يا جماعه؟ لا